بداية التقى رئيس منتدى رؤسي المؤسسات علي حداد بالمرشح الرئاسي للانتخابات الفرنسية إيمانويل ماكرون على هامش زيارته الرسمية للجزائر. اللقاء كان مناسبة لبحث شراكة رابح رابح على محور الجزائر فرنسا، معتبرا في الوقت نفسه بأن السوق الإفريقية سوقا واعدة لبحث العلاقات الاقتصادية في العديد من المجالات الحيوية، وذلك في ميكروفون عقيل حشان. Je pense que la fonction, la vocation de la France et de ses entreprises, c'est de contribuer à la diversification de l'économie algérienne, diversification qui est en cours, et de pouvoir travailler avec la vitalité de son tissu d'entrepreneurs que FCE illustre parfaitement. Nous avons parlé d'énergie, je l'ai dit hier, je pense qu'une part importante de ce partenariat reposera sur nos coopérations en matière d'énergie renouvelable et en particulier en matière de solaire. Nous avons ensuite évoqué d'autres secteurs, l'infrastructure, les infrastructures et la construction, la logistique et l'agroalimentaire. Nous avons évoqué tout à l'heure le développement de ce partenariat doit absolument passer par l'axe Paris, Alger et Johannesburg. L'Afrique, c'est le marché de demain. Ils l'ont très très bien compris. أعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أعلن عن توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف بالقروض التسهمية التشاركية في غضون السداس الأول من العام الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حجم القروض البنكية بنهاية عام 2016 تجاوز 8400 مليار دينار، من بينها 75% قروض استثمارية. هذا وأضاف بوعلام جبار لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيفي الصباح للقناة الأولى بأن نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداس الأول من العام 2016 تعدت 8% على أن تبلغ بين 17 و18% بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه. حمل المشروع التمهيدي لقانون البريد والاتصالات الإلكترونية عدة نقاط طبعها الإيجاب، لكن استمرار احتكار اتصالات الجزائر للقطاع أقلب المعادلة. التفاصيل في سياق تقرير إيمان عايش. بعد سنوات من العمل بتشريع واحد في قطاع البريد والاتصالات، بات من الضروري تحيين النصوص القانونية المنظمة للقطاع وفقا للمستجدات. هو ما تجسد في مشروع قانون جديد للبريد والاتصالات الإلكترونية. ما جاش في وقته، جا شوية عنده رطار ايكونوميكمون. هاد لالوا طلبت لوفرتور دو لا بوكل لوكال. لوكال سيتادير سو ان انكوراجمون فير لانفستيسمون. فير لانفستيسمون. إلا بوك لوكال وعلاه نفتحوا لا بوك لوكال؟ سي بور كريي اون سارتان كونكورونس، بور كريي اون كونكورونس فيزافي دو مونوبول كيل يافي افون. ككل نص جديد حمل هذا القانون عديد النقاط الإيجابية تخللتها نقاط سلبية كانت محل انتقاد الخبراء، خصوصا في النقطة المتعلقة بتواصل احتكار اتصالات الجزائر للمشهد العام بالقطاع. باسكو دركا هذه لا لوا الكونساكر tout ce qui est extérieur et c'est le monopole d'Algérie Télécom. Ça veut dire que Algérie Télécom quand tu عاد عاطلة في الكواب السومارين ولا في هذاك اللي عدوا للورا لي زانفستيسور بريفي هذاك يكونوا عاطلين حتى هما. ولا بد ستيت انايا يعني بتاتر السلطات ياخذوا بعين الاعتبار هذاك لازم اون دوا كري اونتيتي qui dépend de l'État, bien sûr, qui dépend de l'État, une autonome qui gère les câbles sous-marins, qui gère tout ce qui est extérieur. ترقية نشاط البريد والاتصالات الإلكترونية أصبح من أهم ضروريات أي بلد، فهل سيتغير الوضع بالجزائر بتغير التشريعات؟ إلى موضوع آخر الآن، حيث بلغ قطاع تربية المائيات بالدول الآسيوية مراحل جد متطورة. إذن هذه الأنواع من الأسماك لا تقتصر فقط على الاستهلاك، بل حتى هي موجهة للعلاج الطبي. تفاصيل الموضوع مع سوريا شعلان.
لا يختلف اثنان عن التراجع الرهيب الذي مس الثروة السمكية الموجهة للاستهلاك في الجزائر، لكن عندما نتحدث عن تلك التي تستخدم في العلاج الطبي فإننا نتكلم عن شيء غير موجود، وهو ما جعل الجزائر تستعين بثاني أكبر منتج للثروة السمكية في العالم. أنا فخورة جدا، هذه ثمرة شراكة حقيقية بين الجزائر وإندونيسيا، حيث سنقوم بتحويل تكنولوجياتنا في تربية المائيات إلى الجزائر، وهو المشروع الثاني من نوعه في العالم والأول إفريقيا. بعد تجسيد المشروع الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا، تصبح الدوالي وتعفنات الجروح لدى مرضى السكري مجرد مرض لا يتطلب سوى جلسة علاج معدودات. هذا السمك هو خاصية تاعه لأن كل اللي عنده أمراض ليفاريس ولا مرض السكري يكون عندهم جروح في أقدام تاعه، ما عاد يدير لهم النيتواياج باش ما يوقعش في قطع الرجل. بعد كي دعمهم مديرية لونساج عادي نستوردوا هذا، نستوردوا بصح يديروا تكاثر وتفريخ هنا في ولاية بسكلة، هادو ثلاث طلبة ومن بعد هما اللي بيعوه ل 48 ولاية باش إمكانية شباب آخرين يزيدوا يديروا مشاريعهم من لونساج. الاستعانة بالتكنولوجيات الأندونيسية في مجال الصيد البحري خطوة تسهم وبشكل كبير في إخراج القطاع من دائرة التخلف ومواكبة البلدان القلة التي حققت الريادة في هذا المجال.